عافية. بحب إنه الطالب يعرف عن الماتيريالز اللي بده يشتريها أكثر. تمام، إحنا أول إشي بدنا نستخدم ماتيريالز بيسك، ماشي الحال. طبعا أنا هاي الماتيريالز تبعتي، وبتوقع هاي كمان. هاي طبعا بعض الأشياء اللي أنا أحط هذا هون عشان ما يصير. هاي أشياء، في أشياء منها كتير قديمة لكن ستيل إحنا ممكن نستخدمها. يعني أنا هذا بتذكر لما شريته كنت أنا طالب بكالوريوس، شريته من 20 سنة. هذا ترس. أوكي، الألوان الزيتية كل ما قدمت وأنت حافظت عليها، كل ما صار التكستشر تبعها شوية أكثر. في انا عندي مجموعه من الـ البراندات. في اشي منها متوفر، في اشي منها مش متوفر، لانه يعني زي ما حكيت لكم اشياء انا جبتها من زمان. هذا ليش مفتوح؟ ممتاز. شفت انا جايبين هاي جيدة، هاي وهاي جيدة، هاي 24 لون. خلينا شوي هيك نستعرض بشكل عام الأشياء. 24 لون، أنت بتتعلم. وهاي فيها زنك وايت، فيها تيتانيوم وايت. مين اللي كان معه جاب وحدة زيها؟ شو انا فيها؟ نفسها تنتين فيها تيتانيوم. تنتين تيتانيوم، بس هذيك فيها 18 لون، هي بالشنطة هاي هذه. فيها 24 لون. تمام، هاي منيحة، هاي منيحة. ممكن احنا راح نتعلم انه كيف نستخدم الالوان. راح نشوف مثلا انه في الوان بتخلص معنا بسرعة، في الوان بتطول. انا مع انه الطالب اول ما يبلش بشي زي هيك. تمام، قبل ما نجيب احجار كبيرة. هاي احجار كبيرة بتاخذ حيز، بتاخذ مساحة. هاي صغيرة تحطيها بالشنطة، ما بتعمل كيش مشاكل. بينما لو كانت كبيرة بدك تاخذي انت احجار، ممكن يعني تصير صعبة عليك المسألة. هاي جيدة. ما اتوقع انا، يعني احنا خلال هذا الفصل رح نعمل 5 بروجكتات او 6 بروجكتات. ما اتوقع انه في شيء راح يخلص معي، ما اتوقع. اوكي، هلا اذا خلص شيء ليتر اون انت بتدبري امورك، بتجيبي الاشياء اللي نصبت. تمام، راح نصير مع وهي شغله كثير مهمه انكم تعرفوا، راح تصير مع الخبره نعرف which color to use, which paint to use. ماشي الحال. يعني على سبيل المثال قديش بدي انا هلا بدي مثلا استخدم مثلا كاديميوم ريد ولا فيرميليون. هاي انا في عندي هون كاديميوم لايت، في عندي كاديميوم اورنج، وهذا ماجنتا، وهذا كريميزون. هذا كريميزون راح اصير انا افرق مثلا الكريميزون على سبيل المثال. وهاي برضو كمان كثير مهمة المعلومة، أنا راح أشرح لكم إياها. جيب الباليتا تبعتي أشرح لكم إياها. على سبيل المثال الكريميزون التنتينج سترينث تبعته، شو يعني التنتينج سترينث؟ يعني قدرته على التغطية أو قدرته على الصبغ. التنتينج سترينث تبعته أقل من الكادميوم ريد. فدائما لما بدي أنا أشتغل بالكريميزون راح مثلا استخدم كمية كبيرة اكتر من الكادمي. عشان هيك كتير الفنانين بيحبوا يستخدموا الكادميوم. بلس انه الكادميوم، لا هاي هي هذيك مش لإلي. بلس انه الكادميوم لايت فاست اكتر. شو يعني لايت فاست؟ يعني بيرمننت اكتر، يعني ما بتغير مع الزمن. ليه؟ لأنه الكادميوم مينرال مينرال بيست، والكريميزون مش مينرال بيست، الكريميزون اورجانيك.
طبعا في عندي عائلة من الألوان، من ألوان الكريمزون اللي هو الكريمزون، وفي عندي السكارلت، وفي عندي المادر، مادر ديب، اوكي مادر ديب ليك، هم سموهم الليكس، مادر ديب ليك، كريمزون ليك، و ثلاثة أو أربعة دائما بكون مكتوب آخريتهم ليك روز، روز كارمن، مادر، وهذا والكريمزون ليك. تمام، هلا هدول حلوين لما انا اعمل بورتريت، كثير بيعملوا لي زي مثلا البورتريت اللي تحت، في درجات انا عملتها بالكريمزون حلو ماشي الحال، بس برضو كمان انا بامكاني استغني عنه بدرجات الكادميوم. الكادميوم كثير حلو، كادميوم ريد، الكادميوم في الكادميوم ريد في منه ريد ديب، في منه ريد لايت غامق وفاتح، في اورنج، في اصفر كمان، هذول كثير بفيدوني بالشغل تبعي. الاسود انا لما استخدم اسود بستخدم ايفوري بلاك، ليتر اون احنا راح برضو كمان في كثير يعني فنانين وطلاب بتاثروا بهؤلاء الفنانين، بيحكوا انه استخدام اللون الاسود خطا، لا هو استخدام اللون الاسود مش خطا، في كثير فنانين اشتغلوا على اللون الاسود، الطلاب اللي اخذوا معي تقنيات السنة أو الفصل الماضي احنا فتحنا هذا الموضوع وحكينا فيه، يستخدم بطرق معينة، يستخدم بطرق معينة، نستخدم الايفوري بلاك، اي ثينك هاي فيها ايفوري بلاك، اوكي هاي فيها ايفوري بلاك ماشي الحال، which is good، واي ثينك كل اللي معكم فيها ايفوري بلاك، فاذا احنا بنشتري بلاك نشتري الايفوري بلاك مش اي شيء ثاني. هاي بالنسبة للألوان، الزنك وايت والتيتانيوم وايت برضو كمان أنا راح أفرجيكم هلا ليتر أون كيف إحنا بنستخدمها. الزنك وايت دائما في المراحل الأولى من شغلي أنا بستخدم زنك، وخصوصا إذا بشتغل بورتريت، لكن هلا أنتو في شغلكم اللي عنده زنك يستخدم زنك، اللي ما عنده حاب مثلا يجيب زنك برضو كمان أنا يعني بشجعه يجيب زنك، لأنه في فرق بين الزنك وايت والتيتانيوم وايت. بخلي التيتانيوم وايت دائما للمراحل الاخيره لانه بنشف ببطء وثك كثير ما بيقبل لون. وهون كمان احنا بالستركشر تبع اللون لما احنا بدنا نعمل لايرز، بدنا نعمل لايرز، اللايرز الاولانيه بدها تكون من الوان ما فيش فيها كثير زيت، ما فيش فيها كثير زيت عشان تقبل لايرز ثانيه، خصوصا اذا احنا بدنا نعمل ويت انتو ويت. تمام، هذا بخصوص الألوان. بخصوص الفراشي، بخصوص الفراشي احنا بدنا نستخدم هاي، هذا الشعر، هاي فرشاي منيحة طبعا، هاي الفرشاي الطويلة مع الاستخدام، مع الاستخدام بتصير شو مالها، بتصير هاي الحواف يعني كيرفي، بتصير هاي الحواف اوكي، فعشان هيك راح يعني ما راح تضلها زي هيك، وهاي منيحه، هاي منيحه. بعدين مع الاستخدام انا طبعا في شغله كثير مهمه في هذول الفراش الجداد، في عندي فراش مستخدمه جميله والله، الكاسه تبعت الستاربكس هاي فيها ايوه فيها الفراش المستخدمه. تمام، هلا الفراش المستخدمه هاي مش معهم طبعا، ابصر مين حط لي اياها، رجع لي اياها هون. الفراشي يعني هاي انا الفرشاه لما تكون جديده بك يعني بتحسوها بدها انها تستهلك للوحه لوحتين ثلاثه، فبعد لوحه لوحتين ثلاث لوحات بتصير الفرشاه هيك بتحسوا في بتحسوها يعني سلسة أكثر، بتعطيكم أكثر. هاي الفراشي في كتير ناس بيفكروا إنها ما بتعمل ديتيلز، لا هي بتعمل ديتيلز، هي بتعمل ديتيلز، وأنت بتتعلم منها بأول أول ما تشتغل أنت بالأويل، بتتعلم منها أكثر ما إنك تستخدم الفراشي اللي هي الناعم اللي هي زي هاي السينتيتك، السينتيتك فراش اللي هو الشعر الصناعي. تمام، انا في فنانين كثير بحبوا يشتغلوا بهاي، لكن انا شخصيا لا، بحب الطالب باول ما يشتغل بالاويل يستخدم هذا الشعر
عشان يتعلم كيف يحمل فيها اللون وكيف يطبق فيها اللون، برضو كمان عشان يتعلم كيف الشعر الفرشاي كيف يوظف شعر الفرشاي بالشغل. اوكي، التكستشر اللي بيعمله، السكراتشز هاي اللي بتعملها كيف انت توظفها بالشغل تبعك. فاحنا بنبدا بفراشه زي هيك. لو معك انت هاي المجموعه جيده، هاي المجموعه جيده، لو معك انت مجموعه يعني انت مش بحاجه لكثير فراشه، يعني انا ممكن مثلا اجيب هاي. بالبدايه انتوا راح تشتغلوا 70 ب 70، فبدكم انتوا فراشه بهذا الحجم، بدكم فراشة بهذا الحجم، بدكم فراشة بهذا الحجم، بدكم فراشة بهذا الحجم. ماشي الحال، احنا عندنا يعني ممكن، وهاي برضو كمان معلومة مهمة، هاي فرشاية صغيرة للديتيلز، ممكن بعض الأحجام مثل هذا الحجم أنا يصير عندي فرشايتين، وهاي معلومة كتير مهمة. يصير انا مثلا عندي فرشايتين، ممكن احنا برضو كمان في هذا الحجم مثلا انا بحب يكون عندي فرشايتين. ليش فرشايتين؟ فرشاي للالوان الفاتحه وفرشاي للالوان الغامقه، عشان وانا بشتغل بسرعه وما اضطر اني انا اضلني انظف الفرشاي. هلا انت مع البراكتس بتصير انت وانت بتخلط الوانك بتصير انت قادر انك تاسس العمل، تعمل ستراكشر للعمل، للون، للكومبوزيشن، بدون ما انك تضلك تنظف الفرشاه عندك. يعني انا غالبا دائما بحب يكون عندي مثلا من هاي مثلا لوني فرشايتين، من هاي مثلا هاي على سبيل المثال، وهاي مثلا قريبات من بعض. ماشي الحال، بستخدمهم هذول التنتين بستخدمهم. انا بكون مثلا عندي 4 احجام، تنتين من كل حجم، بكون انا مثلا في عندي ماكسيموم 10 فراشة. فرشاية كبيرة زي هيك انت مش بحاجة انه يكون عندك تنين. ماشي الحال، فانت مش بحاجة انه يكون عندك اكثر من 10 فراشة. في مثلا هاي الفرشاي برضو كمان هاي للألوان المائية، هاي شعر طبيعي للألوان المائية، لكن أنا ممكن أستخدمها للإيش؟ للفاين ديتيلز، للفينيشينج. طبعا برضو كمان هاي بترجع لإلك، ولكن أنا بحب أستخدم الهاندل الطويل، العصاية الطويلة، لأنه إحنا مع الـ البراكتس راح نتعلم كيف نمسك الفرشاية من إيش؟ من بعيد. وهاي كمان كثير مهمة لإلك إنك تعرف تمسك الفرشاية، هاي براكتس زي رياضة إنك أنت تمسك الفرشاية بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة. هذا بالنسبة للفراشي، للألوان حكينا عن الألوان، حكينا عن الفراشي. ليتر أون برضو كمان بدنا نحكي عن الزنك وايت والتيتانيوم وايت. زنك وايت والتيتانيوم وايت أعطيكم مثال على الكادميوم يلو، سوري، على الكادميوم ريد وعلى الكريمزون او على السكارلت ريد كيف بيختلفوا. بالنسبة للميديوم احنا راح نشتغل على تربنتين او تربنتاين. عشان ما راح نستخدم هذا لينسيد اويل، ما راح نستخدم لينسيد اويل اول بروجكت، ما راح نستخدم لينسيد اويل. مش عارف شو مشكلة الفرنسيين مع اللغة الإنجليزية، ليش بيكرهوا ليش ما بيكتبوش إنجليزي؟ أنا ما بعرف والله. شو في بينهم ميديوم، ما في إنجلش نهائي، هذا تربنتين برضو كمان موجودة
يعني turpentine justified for oil color. ما بنحتاج احنا اكثر من تربتين اول فتره، ما بنحتاج اكثر من تربتين. طبعا لما احنا نفتح، وطبعا هاي زي غطايه الدواء، هاي زي غطايه الدواء، اوكي زي غطايه الدواء غالبا يعني. فاحنا بنضغط عليها شوي ماشي الحال. هاي الفوهه تبعتها صغيره بتساعدنا اكثر بال شو اسمه. ففي عندي اللي هو الدبرز، تعطيني تجيب لي لو سمحت يا دراك هذا. ايوه كبيره، هاي كبيره، هاي كبيره، هاي هاي يعني صغيره صغيره. ولما تكون صغيره ما بتبخر فيها ال ما بتبخر فيها الميديوم او التربنتين. انا هذا زي الاسيتون بتبخر يعني. انا كثير بشوف في طلاب لما يفتحوه بخلوه مفتوح وبيشتغلوا فيه. هو لا، انت بتفتحه بتحط حاجتك ماشي الحال، وبعدين بتسكره عشان ما يتطاير، وبرضه كمان عشان جو الغرفة. يعني احنا لساتنا شتاء وهيك ما راح نفتح الشبابيك والآن، عشان برضه كمان جو المرسم يضلوا ايش، ما في يعني كثير من هذا. يعني كل واحد طبعا بيجيب اللي بريحه، لكن هاي النصائح بعطيكم اياها عشان انت يعني هاي الادوات بتغلب لما انت تحطها بشنطتك كلها على بعضها. وبحب انصح الطالب يعني ساعات هاي الاشياء انت مع يعني اللي درسونا ما حكوا لنا هاي المعلومات، مع احترام الشديد لهم ما حكوا لنا هاي المعلومات. هاي الاشياء ممكن زماننا كان في سبيس المرسم، كان سبيس المرسم تبعنا كبير، ممكن كان زماننا مختلف. لكن هلا يعني انا بنصحكم انه الاشياء تجيبوها معكم اشياء صغيره، عشان السبيس اللي معكم الشنطه بتطلع بالمواصلات بتيجي كذا راح يكون ايش قليل. هاي في نوعيه لها غطاء برضه كمان، هاي بتساعدك تمام. ما بدنا لينسيد اويل. ليتر اون راح اعلمكم وراح احكي لكم اشرح لكم عن ميديوم ستاين. ميديومز بتنشف بسرعة تاني. الآن إحنا بدنا نتعلم على سرعة النشفان، تأخذ إيدنا على سرعة النشفان تبع تبع هذا التربتين. قديش صار لنا بالفيديو؟ 17. أوكي تمام. أشوف والله هاي وايت سبيريت. من بشيتي رايح جيدة، عندي واحد ريحته كتير رايح جيدة يعني. أنا بحس إنه ساعات تعرفي من الرائحة تبعك وايت سبيريت. هلا في شغلة الوايت سبيريت مش كلياته يعني. بحكي لكم تربتين يعني نوعا ما بتكون الشركة اللي صانعته لهدف اللي هي للألوان الزيتية، فما بيأثر كتير على الألوان الزيتية. لكن هاي المواد لما تكون، وهاي برضو كمان مهمة انها تكون موجودة كمان بالفيديو، هاي المواد لما تكون موجودة بمحلات مواد البناء بيكون اشي للتنظيف، اشي للدهانات مثلا الخارجية، اوكي فما بياخذوش بالكواليتي كثير تبع شو اسمه النوبين بالخلط بالالوان الزيتيه. ولا انا طبعا مع التجربه يعني ممكن اول انا راح اتابعك. انا حسيت انه بيعطي افكت مش منيح راح احكي لك اني قد غيره.
بلش فيه. ممكن تبلش فيه اليوم، انا مع انك مثلا تبلش فيه اليوم تحطي لاير هيك خفيف. اوكي ممكن قديش الساعة تحطي لاير خفيف بكرة، انت جاي بكرة حطي لاير، اذا نشف وما اعطى لون غريب بحكي لك اوكي. برضو كمان حلو انكم انتو، انا كتير بحب الطلاب يفرجوا ادواتهم لبعض. اوكي يفرجوا ادواتهم لبعض لانه انت بتستفيد تشوف من وين انت، وانا بحب افرجيكم ادواتي. اوكي ليه؟ لانه خلاص هذا اشي بيرسونال، انا بحسه ارتستيك. اوكي الفراشي راح اصير احكي لكم والله انا هاي الفراشي بتذكر جبتها من المكان الفلاني. بصير في انت عندك ادواتك بصير في لها يعني هيك قيمة يعني. هاي نصيحة يعني، نصيحة شوفوا هاي، هذا إذا لا سمح الله وقعت ما بتتدحرج تمام، هاي إذا وقعت نوعا ما سكيور. اوكي هاي تصلح لأن تكون قنبلة مولوتوف. وبحكي لكم ديروا بالكم بالشتاء، الشتاء ديروا بالكم. أحد يعني زميلاتنا زمان يعني كانت ترسم بشي زي هيك، وكانت دنيا شتوية وكانت في صوبة، فيعني صار معها حادث وتوفت. فديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم يعني ملابسكم ما يكون فيها أشياء، شعركم، لأنه هاي خطيرة. ماشي هاي حكيت لكم ديروا بالكم تمام. إذا في عندكم أطفال، إذا في عندكم أطفال، إذا في عندكم أي حدا مثلا ما بيعرف إنه هذا شو اسمه، عشان هيك بحكي لكم يعني غيري علبة الجبنة. ماشي الحال. فا يعني عشان انتوا يعني هاي بعض الأحيان ممكن ما تكون خطرة على بالكم، بس أنا بعطيكم من خبرة إنه هاي ممكن تكون دينجرس وأنت مش عارفة. ودائما وأبدا تفتحها وتحط كمية هاي صغيرة، لأنه هاي برضو كمان هاي دينجرس لما تكون كبيرة. ترى هاي مش متذكر. هاي عمرها أكثر من 20 سنة. أكثر إحنا رحنا بس العمر كبير. هاي عمرها أكثر من 20 سنة. وين جبتها والله ما بعرف، بجوز سمير وغسان أيام ما كانت عند مجمع جمر. صح ما أنت سمير وغسان أيام ما كانت مجمع جمر. عرفتي هاي يعني أنا بتذكر كانت هاي الأشياء تجاب من عند يعني مختصين كتير في الأولز. هاي إذا أنا جبتها قبل في إشي غطاي، في إشي بيكون بس واحدة، في إشي بيكون بس واحدة، في إشي اللي هو تنتين، في إشي بيكون إله غطاي. موجود عندي في البيت منهم، بصير أجيب لكم أدواتي يعني عشان في وأنا مش موجود عندي ولا موجود عندي، لا مش بالبيت. في ميديومز بيكونوا زي هيك بتيوبات، بينتينج ميديومز بتكون بتيوبات. هاي ليتر اون احنا رح نستخدمها برضو كمان، هاي كتير منيحة. بينتينج ميديومز بتكون بايش؟ بتيوبات. والبينتينج ميديومز الجديدة برضو يعني مأخوذ انه بيكون سكيور اكتر من هاي البينتينج ميديومز. هاي طيارة يعني فيها اودور يعني رائحة وبت بتأثر على الواحد. هذيك بيكون جل، بيكون جاي جل ما بتأثر. أهلين اتس اوكي تعال صورنا لك يعني عملنا لك فيديو عشان تمام. فهاي المواد الأشياء اعمل كت لك. لا لا تعمليش كت، خلينا راح نحطه كليات مرة واحدة. راح نعمله أبلود كليات مرة واحدة بس في البيت.
البليتا البليتا أنا المحاضرة الماضية كنت أنا حكي لكم إنه في بليتا ديسبوزابل هي زي دفتر هيك بتيجي، بس أنا مع الأويل ما بحب البليتا ديسبوزابل، أو ما بحب الطالب يتعلم أو يتعود على البليتا ديسبوزابل. أنا بجيب البليتا، أنا بجيب البليتا أو الباليت أوكي، وبتعلم هاي كبيرة، هاي كبيرة وعلى فكرة والله يعني أنا هي سابتيو. بدك تجيب خشب، بدك تجيب خشب، أنا ممكن بحب الخشب أوكي خلاص، يعني الفيلينج تبعها أنا بحب الفيلينج تبع، خصوصا لما أرسم بورتريت. ليه؟ لأنه لونها من لون غالبا كان الفنانين لما يرسموا بورتريت الكانفاس والبريتا almost the same color، والحيط برضو كمان حيطانهم بالمراسم بتكون برضو كمان بهذا اللون عشان يكون ما يتغير عليه، ما يتغير على عينه اللون، ما يتغير على عينه اللون، لأنه العين عضلات، العين عضلات وأعصاب ماشي الحال وبتتعب. كيف أنت هلا لما مثلاً تيجي الصبحيات كيف أنت بتكون نشيط صح؟ وتحس إنه عينيك عمالها بتشوف صح. لما تتعب لما تجوع برضو هذا بيأثر أوكي، أو يعني أي شيء بتعب البني آدم، العطش برضو كمان الإيريتيشن اللي بيصير هذا بيعمل إيريتيشن للعين. فهم بيحاولوا يحافظوا على كل الضوء الكتير برضو كمان بيعمل إيريتيشن للعين، فبيحاولوا يخلوا كل الأشياء اللي حواليهم نيوترال عشان أنا أشوف اللون صح. إيش يا محمد كمان البريتا هاي good option بتنظف. I think إنه فيها زي هون بقول لها كبر بتشال I think okay. هاي ظريفة صغيرة بس أنت صغيرة بس أنت تتعلم تعمل لها مانجمنت، تتعلمي أنت تتعلم تعملي لها مانجمنت تمام، تحطي الألوان اللي بدك إياها، تخلط اللون برضو كمان حلو مش غلط، يعني تتعلمي. أنا ليش حكيت لكم أوكي بالله يجيلي هبة الكهرباء كتير حر، تتعلموا انكم تعملوا مانجمنت للبريتا لألوانكم. وبتصير انت مع الممارسة مع التجربة بتصير تعرف وين ألوانك بدون ما تطلع على البريتا. بلها حنجرتي هذا زينك وايت وهذا تيتانيوم وايت، هذا زينك وايت وهذا تيتانيوم وايت، هذا تيتانيوم وايت كمان اوكي نوع ثاني. انا في وين اتوقع هاي المي كانت روسا واحد بطلع فيها كنز. هذا المي 30 دقيقة في شركات بتبيع ميكس وايت تيتانيوم وايت مع زينك وايت بنفس التيوب، بنفس التيوب
في شركات بتبيع أو بتعمل ميكس وايت مع تيتانيوم وايت. وايت انا كني استخدمته ونسيت اسكره. بس في نايف جوا هاي. هلا في نايف جوا هاي تاع تيسترز تشويس. فهو فعليا بنشف بس الوجه. بنشف بس الوجه. اوكي. و بضل ال تبعت النظارات بحب اخلي معي. كثير مهم انك تخلي معك قطعة قماش اوكي عشان تنظف فيها الاشياء. هذا زنك وايت حكينا راح طبعا هذا كلياته ناشف. فين الغطاية تبعتها؟ أيوة هاي بيجي. هذا حكينا زنك وايت. هذا تيتانيوم وايت. هذا الزنك هذا التيتانيوم. أنا ساعات بكون بحط فوق الزنك بحط فوق التيتانيوم بس هذول ناشفين بدي أخديهم. هلا أنا في عندي حكينا بدي أستخدم الكادميوم. أستخدم الكادميوم. بدي أستخدم أنا الكادميوم ريد. كادميوم ريد. وهذا روز مادر ديب. هذا روز مادر ديب. هاي روز مادر ديب هيو. بدي استخدم الكادميوم ريد. هذا كادميوم ريد. هذا كادميوم مرحبتين. ما بعرف. لا لا مش عندي. شو فيها بآخر مرسم على إيدك اليسار. أنا هذا كادميوم تاني. I think هذا كادميوم ديب ريد. نوعيتين مختلفات. ممكن نعمل بيناتهم مقارنة. هذا كادميوم. طبعا هلا ممكن بعد فترة إذا أنتم مش عمالكم بتستخدموا اللون ممكن يعصلج معكم. ممكن يعصلج معكم فأنتوا بتجيبوا إشي زي هيك شوية شوية هذا برضو كادميوم. في اختلاف. في اختلاف. هلا احنا بنشوف. طيب حكينا هذا الزنك. حكينا هذا الزنك. ناخذ هاي. هذا الزنك. لا هذا تيتانيوم. لا زنك. هذا زنك. زنك. ناخذ نفس هذا
هذا زينك. تمام، ناخذ تنين تقريبا، تنين هذا زينك. تمام، راح نخلط معه المعدر. شايفين؟ هذا مادر. راح نخلط معه الثاني تقريبا برضه كمان نفس الكمية. راح نخلط معه ايش؟ عشان تعرفوا التنتنج سترينث، يعني قوة التلوين. شوفوا كيف بتحسوا هذا، بتحسوا شفاف في ترانسبيرنسي، هذا بتحسوا هيك اوبك. تمام، هذا الزنك، هذا التيتانيوم. شوف نفس الكمية. نفس الكمية، شايفين الفرق؟ عشان هيك أنا بحكي لكم نستخدم إحنا زنك، ما بنستخدم تيتانيوم. غير اللون اساسا فرق كيف. طيب، هذا هاي شايفين الفرق في اللون. شايفين الفرق، هذا زنك هذا تيتانيوم، هذا روز وهذا روز كمان. طيب كادميوم، هاي كادميوم، عشان هيك كتير أنا بشجع الطلاب اللي بدهم يشتغلوا أويل إنه يكون عندهم زنك وايت وتيتانيوم. هاي شغلة كتير مهمة بالألوان، وخصوصا لما إحنا نشتغل بورتريت. شوفوا 1 2 3 4 ألوان مختلفة كمان. طيب شوفوا كيف الروز مادر هون والروز مادر هون والكادميوم ريد هون والكادميوم ريد هون. هذا احنا لما خلطناه مع الابيض same concept applies when we mix it with other colors. يعني لما نخلط احنا مع اليلوز راح نشوف مثلا الكادميوم يلو قوي، الكادميوم يلو قوي، الليمون يلو مثلا مش قوي. هلا الليمون اذا كان كادميوم بيكون قوي، بس الكادميوم مثلا يلو راح يكون قوي. راح نشوف مثلا الكادميوم ريد كتير قوي مقارنه مع الريدز الثانيين. اوكي، وفي الالوان دائما اللي بتكون مينرال بيست، اللي بتكون مش عضويه، اللي بتكون معدنية، يكون أقوى
لايت فاست أكثر من الألوان الأورجانيك. هذا أبلايز على كل شيء يعني أنت وأنت في البيت، جيب ألوان وجيب هذا وأعمل مسطرة، سموها مسطرة أو مسطرة أو عينة. كثير لما نخلط مع اليلوز برضو بيختلف. هلا في المراحل الأولى، المراحل الأولى ما نكتر يعني، نشتغل بالزنك وما نكتر بالزنك كمان. هاي طبعا أنا ما استخدمت هذا. طب خليني أنا أجرب هذا اللون، هذا اللي هو الونزر نيوتن. هذا أحمر، أحمر شوفوا. خلينا بكرة أو اليوم أو اليوم الأربعاء بنشوف شو نشف منه. أحمر هذا اللي هو الونزر نيوتن، وهذا الترنس، هذا الكادميوم تبع الترنس. هذا أقوى شوي صح؟ يعني في اختلاف. هذا بدي أخلطه أنا مع تيتانيوم. حكينا هذا هو التيتانيوم، أخلطه مع تيتانيوم. شوف كيف شايفين، هذا خلطته مع تيتانيوم، هذا وينزر كادميوم ريد خلطته مع تيتانيوم، وهذا تالنس كادميوم ريد خلطته مع تيتانيوم. فلما شوفوا لما خلطته إيش بيعطيني دكتور؟ هون تسريح فني؟ لا شوف لما خلطته يعني مختلفات، بس يعني مختلفات، بس هذا بتحسي لبورتريت لاند يعني بتحسي لايف. انا بحب يعني انا التالنتس، التالنتس الفاريتي تبع التالنتس بحبها اكثر من اي لون ثاني. ما بعرف هل لانه انا لما بلشت ارسم بالالوان الزيتيه بلشت بتالنتس ولا لا، لكن انا بحب الالوان، بحب الالوان التالنتس كثير. انا يعني بفضل يعني هذا هو هذا هي شو هو صار هذا، هذا صار له، هذا صار له 20 سنة. هذا اورنج، كثير رشيد بدها تعطيني حاول صار له زمان. انا اكيد شيء طبيعي انه يكون هيك. كثير بارك الاظافر طويله بتتجمع اظافر يعني، او ممكن تتكسر مع كثير بارك. بنحاول قدر الإمكان نكون جنتل مع معها عشان ما نخربها. ترى هذا تشريح فني؟ لا لا راح يجننوني. هاي هذا أنا شريته من 20 سنة شارع الجامعة في أربد، كنت يوميتها شريت مجموعة منهم، وهذا يعني أحد إنه الناجين كانوا. أتذكر لما كنت أشتريهم كنت أشتريهم أكثر من واحد، ما كنت أشتري واحد يعني جد. أنا كنت أحب الأورنج هذاك الفترة. شوفوا هذا إيش نوعه؟ هذا ترمس. هذا كل يعني في ناس في فنانين بتعمدوا يشتروا ألوان بينز قديمة،
بتعمدوا يشتروا قديمة. ليش؟ لأنه هيك بيكون ال ال البادي تبعه بيكون شو ماله، بيكون هيك. هلا مثلا هذا جديد، هذا مثلا هذا أنا بكرهه، هذا 1 زيرو نيوتن، يعني بتحسوا ما له شخصية. هذا طبعا معك تجربة، انتو هاي كلياتها انتو بت يا زكيني بكرة اجيب صابونة. شوفوا يا سلام، حتى الفرشاي يعني بتحسوها بتعاني وهي عمالها، مع انه هذا لون اورنج، هذا لون فاتح، هذا لون فاتح وهذا لون غامق. شوفوا كيف شخصية اللون الأورنج طاغية في كل مكان. وانتو هيك ماشيين بتدوروا على ألوان، إذا شفتوا لون قديم خدوه جربوا. شو بدكم كمان؟ طيب هلا كيف احنا بدنا نرسم؟ هلا كيف بدنا نرسم؟ هلا هيك امور خلص بكفي، خلصنا اطفي؟ خلص اطفي.